بعض الهدوء الذي ربما يسفق الكلاسيكو. لا يحتاج إلى أن نقول العاصفة. الله على بيلينغهام، الله على فينيسيوس، يتقدم حتى الله الرقم 7 في مدريد. يعني الرقم 1 يعني أن تكون قائد المشروع، يعني أن تتقدم الصفوف الأمامية، يعني أن تكون رجل الكلاسيكو. الرقم 7 في الدقيقة 7 في الوقت الذي سيهتفون فيه لكريستيانو رونالدو. لن ننساك يا بيلي، لن ننساك يا بيلي، سأعود إليك. لكن انظروا إلى من يتقدم، انظروا إلى فينيسيوس، انظروا إلى البداية. الدقيقة 7 لم تكن دقيقة كريستيانو فقط، كانت دقيقة الرقم 7. فينيسيوس يسجل، ريال مدريد يتقدم، بيلينغهام وتمريرة أولى. يا للقمة والكلاسيكو الذي يبدأ مبكرا، يا لتدريبهم إلى جانب قائمة طويلة جدا من اللاعبين. رودريجو، ريال مدريد ينفجر، بيلعب لكرة مستحيلة يا ريال، مستحيلة يا ريال. ذهبت الحكومة وبقي سعادة الشعب يا فيني، وبقي سعادة الشعب يا فينيسيوس. ليلة الرقم 7، ليلة المرينكي، ليلة ريال مدريد. 10 دقائق فقط كانت كافية لإعصار هذا الملكي لهدفين لانفجار أبيض. شوف الكرة، شوف رودريجو، شوف رودريجو، شوف رودريجو، شوف رودريجو. الانطلاق، دفاع البرسا يقع في المحظور، الكرة البينية، فينيسيوس يسجل هدفين وكأنه يقول ذهبت الحكومة لكن بقيت سعادة الشعب. 2-0 مشاهدينا متابعينا، ريال مدريد بعشر دقائق مجنونة، ريال مدريد بعشر دقائق مرعبة، بعشر دقائق يقدمون فيها شكلا هجوميا وكأنهم يريدون حسما كبيرا لهذا السوبر ولهذا الكلاسيكو. نو أوفسايد، لا يصدق البرشلوني نفسه في هذه اللحظات، لا يصدق أن هذه البداية، لا يصدق هذا الارتباك، لا يصدق هذه الأوقات. الكرة تعود مرة أخرى، وصلت إلى فرانكي ديونغ. يا للأوقات، يا للأوقات، غوندوغان بيرسل الكرة، كيف سيعودون؟ الكرة تعود مرة أخرى، فيها انطلاقة، فيها كرة، وصلت إلى بيدري، فران تروي فيها تمريرة، جواميني والكرة العرضية، رأسية، الكرة إلى ركلة جزاء، ركلة جزاء. ماذا نشاهد الآن؟ أراوخو وكرت أصفر، ركلة جزاء لمصلحة ريال مدريد. بعد 36 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول. يا للإثارة التي تأتي، يا للجنون الذي يحدث. فينيسيوس يشترك في كرة مع أراوخو، جافي لا يصدق هذه اللقطة، وهو الذي فاز في العام الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف. شوف أراوخو يد اليسرى في حالة إهمال، شد بالنسبة لفينيسيوس، سقوط فينيسيوس في منطقة الجزاء في لقطة بالتأكيد ربما كان من الممكن بأن يصل إليها أراوخو، لكن الكرة أيضا بتتحول إلى ركلة جزاء بالنسبة لريال مدريد. والفار سيكون في الحديث الآن، نشوف ونتابع، نشوف ونتابع هذه اللحظات. ركلة الجزاء مشاهدينا متابعينا، بالنسبة هل ستكون بالنسبة لفينيسيوس ركلة الجزاء؟ هاتريك، هل يكون في حضور لاعبي ريال مدريد السابق؟ بالتأكيد سيدور الذي يشاهد ويتابع هذه اللحظات. الآن نشوف هذه الأوقات، هذه اللقطة، هذه اللعبة عن طريق فينيسيوس. هاتريك تاريخي سيكون من خلاله فينيسيوس على موعد. هاتريك تاريخي سيكون من خلاله فينيسيوس.
عن طريق ركلة الجزاء إن استطاع أن يسجل في مباراة اليوم. هذه اللقطة في 37 دقيقة نشاهد ونتابع فينيسيوس الذي صام طويلا هذا الموسم وغاب طويلا هذا الموسم يقترب من أن يسجل هاتريك في شوط واحد. فيني سيتقدم من علامة الجزاء فينيسيوس. الله، السوبر فينيسيوس يسجل الهدف الثالث. السوبر فينيسيوس يسجل الهاتريك في شوط واحد بالنسبة لريال مدريد في كأس سوبر إسبانيا. الرقم 7 قال كل شيء في شوط واحد وسجل الأهداف الثلاثة من علامة الجزاء يسجلها فينيسيوس. هذه الكرات التي ارتطمت بالعارضة في الصيف يا فينيسيوس، هذه الكرات التي ارتطمت بالعارضة الآن كلهم في المرمى، في الودية تاعها في العارضة، في الرسمية فلتكن هنا في هذا الشباك، في هذه الشباك أمام كل هذه المدرجات. هذا تشافي، هذا تشافي. 3-1. فلورنتينو بيريز هذا الرئيس بالتأكيد الذهبي اليوم قطبي السوبر ليج، قطبي السوبر ليج، والذي نجح قضائيا في قضيتهما بإقامة السوبر ليج. بقي عليهم أن ينجح في تطبيق ذلك المشروع بالنسبة لهما. تبقى العرضية، تبقى العرضية، وصلت إلى فينيسيوس، استلم فينيسيوس، مر بالإنكار رودريجو. يا رب، في الريال لا يحتاجون إلى مهاجم، لديهم الكثير من الأسلحة، أحدها رودريجو، رجل المناسبات الخاصة واللحظات الحاسمة. إنه رودري، رودري، إنهم لا يحتاجون إلى مهاجم، سيكونون أسلحتك يا كارلو. صوب بمن تريد، اضرب بمن تريد، أطلق بمن تريد، سدد بمن تريد، سيكون لك ما تريد يا مدريد. 4. شوف فينيسيوس، لكن الكرة تصل إلى رودريجو. صارت 4 للريال، صارت 4. لن أنسى العرضية يا فالفيردي، لن أنسى التمريرة يا كرفخال. يا سلام على الإنهاء، إنه رودريجو يسجل ويقبل الشعار في ليلة يعودون فيها إلى المسار. سوبر إسبانيا يتجه إلى مدريد يا تشافي. الصور في مدرجات ريال مدريد هنا في ملعب الأول بارك، والسعادة كبيرة جدا بأربعة أهداف يتقدم من خلالها ريال مدريد. 4 أهداف مقابل هدف. تأخرت كثيرا يا تشافي في إصلاح الأمور. ريال مدريد بواقعية يدافع ويعتمد على الكرات المرتدة وبتركيز عالي من اللاعبين. لا فرص على الحارس لونين، الفرص كلها على مرمى الحارس بينا، والكرة طويلة وعالية. تعود الكرة من جديد، وصلت إلى كونتوكان مرة أخرى من جديد عن طريق لامين يامال.